مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تابعنا الشوط الرئيسي وأيضا هنا انطلاقة شوط رئيسي آخر، شوط الجعدان الأول. أسير مع الحضور، أسير مع مقدمة الشوط. جائزة هذا الشوط أيضا خنجر للفائز بالمركز الأول، بالإضافة إلى مادة الزعفران المقدمة من سالم بن دغمال المدهوشي. أسير مع البداية، أسير مع الحضور الأول. أجد هنا سعود مع المركز الأول، علي بن محمد الزرعي من يتقدم مع المركز الأول، بينما المركز الثاني المتواجد هنا أيضا متعب علي بن سالم بن السعودي الزرعي غادم مع متعب. المركز الثالث هناك التواجد من علي سعيد بن راشد الهاشمي يتقدم مع المركز الثالث، ولكن عود مع المقدمة مع انطلاقة سعود على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى. سعود مع البداية، تابع لي الأسماء الغادمة، مناسب غادم ومولع أيضا غادم مع المركز الثالث. الله 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 الله، ولكن سعود لا زال صامد مع البداية، صامد صماد الجبال السوداء مع المركز الأول، مناسب غادم، مناسب محمد بن عبد الله بن راشد الهاشمي، ولعها مع المركز الثاني علي أحمد بن علي بن حميد الهاشمي. اللحظات الأخيرة مولع وسعود أهالي حميضة مع المقدمة، تهانينا والناموس لأيضا حميد بن علي بن حميد الهاشمي على فوز مولع بالمركز الأول. المركز الثاني سعود علي بن محمد الزرعي، والمركز الثالث مناسب محمد بن عبد الله بن راشد الهاشمي. تهانينا والناموس لأيضا حميد بن علي بن حميد الهاشمي على فوز مولع. التوقيت 2:08. تهانينا للجميع.